هذا المشروع ساعدنا على أن نوفر حاجات لبيتنا، وإحنا قاعدين بأطوار بهجة على شكل مدرسة هيكل، بس كل من قاعد بغرفة، والحمد لله يعني ظروفنا شوية صارت لأحسن. علمتنا على شغلة حياكة الخرز اللي هي شغلة يدوية، تعلمناها وتقريبا كل النساء بالمخيم تعلمن هاي الشغلة، وش أخذتها العادة للمخيم بأن يعني لأن ماكو شغلة ما لها تسويق، الشغل مالتنا متكدس بالمؤسسة،